السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. الفيديو النهاردة هيكون عن طريقة وضع خلفية لأي جهاز بلايستيشن 4 عن طريق الفلاشة. بندخل على الإعدادات، ومن الإعدادات هندخل على السمات، وبنضغط تحديد سمة، وبنضغط على مخصص، وبعد كده بتضغط تحديد صورة، وبعد كده بننتقل لجهاز الكمبيوتر. بنحط الفلاشة بتاعتنا في جهاز الكمبيوتر وبنفتحها بالشكل ده، وبنقوم بإنشاء ملف وتسميته images بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحروف بتاعت الملف كلها بتكون كبيرة، يعني بتكتب الحروف الانجليزي كلها بالحروف الكبيرة، مفيش حروف صغيرة في الملف ده عشان تظهر عندك الصور في بلايستيشن 4. وبعد ما كتبنا بعد ما سمينا الملف بالشكل ده، بنحط جواه الصور اللي احنا عايزينها، او بنلصق جواه الصور اللي احنا عايزينها. انا هحط صورة لصق، وكده انا حطيت الصورة بتاعتي. الصورة بتاعتي بتكون ليها مقاسات معينة، وهكتب لكم المقاسات على الشاشة. بنرجع لجهاز البلايستيشن وبنحط الفلاشة في جهاز البلايستيشن، وبنضغط على جهاز تخزين USB، هيدخلك وهتلاقي الصورة بتاعتك موجودة. هتضغط عليها هتبقى بالشكل ده، وهتدوس على X يبقى انت كده طبقت الصورة على الجهاز، وبتضغط على تطبيق، وهنعمل رجوع. طبعا الموضوع ده بيفيدك في ان لو كان جهازك اوفلاين او كده ما تدخلوش على النت، وتقدر تحط خلفية زي ما انت عايز من اي فلاشة. وزي ما انتوا شايفين ادي الخلفية معاك تمام، وطبعا انت تقدر تعمل خلفية زي ما انت عايز. ان شاء الله الفيديو يفيدكم. لو في اي حاجة او اي استفسار اكتبولي في التعليقات، وما تنسوناش باللايك، ولو كنت لسه جديد ياريت تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام يا شباب.